بداية وصلت إلى ميناء جنجن، أقول بجيجل، باخرة لسيارات جيلي قادمة من الصين، حيث تحمل ما يزيد عن 1200 سيارة من مختلف الأصناف، وهذا مواصلة لتلبية طلبات الزبائن واستكمال عملية استيراد حصة السيارات والمقدرة ب 39,000 مركبة. نعلم زبائننا الكرام أنه قد تم وصول باخرة على مستوى ميناء جيجل، وفي هذا السياق نحيطهم بأن سيتم التواصل مع المعنيين بطلبيتهم المتمثلة في 90% من ثمن السيارات. نحن ملتزمون لتلبية جميع طلبيات عملائنا ونعمل جاهدين إن شاء الله لتحقيق ذلك.